وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكنا وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع ذكر الله جل وعلا بكتابه وبذكره الذي هو القرآن العظيم، مع أوائل وفواتح سورة البقرة. وسبق الكلام أن حديثنا عن القرآن في هذا السياق ليس من قبيل التفسير، ولكنه من قبيل التدبر، والتدبر مرحلة تقع بعد التفسير. أي أن المؤمن إذا أراد أن يتخذ القرآن ذكرا، كما هو كذلك فعلا في طبيعته، إنما أنزله الله جل وعلا ذكرا، وإنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم مذكرا، فلا بد من أن يفتح بصيرته، ومن أن يوقد أنوار قلبه من أجل أن يشاهد مشاهد القرآن الكريم وأنواره التي تتنزل على قلب التالي المتعبد به لله جل وعلا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن لهذا الحد قلنا بأن هذه الآيات الفواتح فيها من البركة والنور، كما في غيرها من آيات القرآن الكريم ما يفتح القلب على ذكر الله جل وعلا، ومما ورد الأثر به بأن الإنسان إذا قرأ سورة الفاتحة وثنى بهذه الأوائل، يعني الفواتح البداية ديال سورة البقرة، ثم ما بعدها مما ذكرنا قبله من آية الكرسي ومن الخواتيم ديال البقرة، ومما سيذكر في حينه وإبانه بحول الله عز وجل من الآيات والصور والأحاديث النبوية من الأدعية والأذكار، فإنه بإذن الله يكون قد غذى قلبه وروحه بما يصله بالله. كيغذي القلب ديالو ويغذي الروح ديالو بواحد الشيء كيخليه موصول بالله جل وعلا. فباش الإنسان يحقق فعلا هذا المعنى عند تلاوة هذه الآيات، لا بد حينما يستجيب لأمر الله جل وعلا بالتلاوة والذكر من أن ينتبه إلى أن الله جل وعلا يجيبه عما طلبه في سورة الفاتحة. ذلك الشيء اللي طلبته في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي تعالى كيجاوبك في البداية ديال سورة البقرة، فيأمرك باليقين في الله جل وعلا، من أن ذلك الدعاء يكون عندك اليقين بأن ذاك الدعاء راه الجواب ديالو كاين هنا، أي في هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلا شك إذن ولا تردد أبدا في أن الهدى الذي يطلبه الإنسان، أي إنسان، موجود في هذا الكتاب، وإنما عليه أن يشعل النور الذي به يسلك مسالك القرآن، وأن يوقد فتيل قلبه من أجل أن ينطلق على مركبة القرآن ليتصل برب السماوات والأرض جل وعلا. إذ إنما جعل القرآن لنا حبلا ممدودا ما بين السماء والأرض، كما صحابه الحديث الذي ذكرناه مرارا وتكرارا. فإذا قلنا بأنه هذا الضوء اللي خص الإنسان يشعله في القلب دياله هو ضوء ديال التقوى، نور التقوى، وبغير التقوى لا يجد الإنسان هودا، بغير التقوى لا يجد الإنسان هودا. هودا للمتقين، لام هذيك اللام يسميها في العربية حرف جر، ولكن عندها واحد المعنى. ما معناتها؟ معناتها حرف كيعطي المعنى ديال الاختصاص، زعما هذا القرآن راه هدى ولكن خاص، ماشي ديال كل شيء، ديال المتقين، راه هذا المعنى ديال ديك لي هدى، خاص ماشي عام، خاص بالمتقين. فالذي لا تقوى في قلبه ولا خشوع ولا خضوع
لا يجد في القرآن ذلك الذي يجده المؤمن المتقي. ولذلك القرآن يقرأه الملايين ديال الناس، بل حتى الكفار قد يقرؤون القرآن وهم يقرؤونه بالفعل، ولكنهم لا يسلمون لا يؤمنون، لأنه القلب باش دق باب الله قلب كافر أو قلب فاجر أو على الأقل قلب لا يجد من التقوى شيئا إطلاقا، ناشف قاسي. فلا بد إذن من أن يتهيأ هذا القلب، خص القلب يتهيأ باش ندقوا باب الله تعالى، وباب الله تعالى هو القرآن الكريم. فإذا طرق بابه سبحانه وتعالى بقلب متق خاشع خاضع فتح الرحمن، فتح الرحمن أبواب النور وأبواب الخير، ويبان لك ديك الساعة الهدى وجديه وتشوفيه بعينك، بعين البصيرة وببصيرة الروح تجدين مسالك النور، تتدفق عبر آيات القرآن الكريم وتتضح الطريق ويستوي الصراط قائما إلى الله جل وعلا، هدى للمتقين. إذا الإنسان إذا بغى فعلا يفتح القرآن الكريم ويقرأ ويلقى الله سبحانه وتعالى كيتكلم معه وكيتخاطب معه وكيمدو بالنور ديال الهداية، كيعطيه النور ديال الهداية، خصو يدق الباب ويفتح القرآن ويبدأ القراية بواحد القلب خاشع متذلل لله، كقلب المريض الباحث عن الدواء العزيز. الدواء العزيز هذاك الدواء اللي ما كيتلقاش، كيمكن لا قدر الله مثلا الانسان يكون مريض باي مرض فيصف له الطبيب وصفه، يعطيه الطبيب الوصفه تريتمون يعني وصفه، كيمشي للصيدلي الاول ما عندوش الدواء، الصيدلي الثاني ما عندوش الدواء، لا يجده هذاك الدواء، كيولي عزيز لانه اش عنده مشكل، عنده ندره ما كاينش. فإذن كيدير البعثات والطلبات ديالو للخارج والدول كثيره بحثا عن هذا الدواء، وتصوري ملي كيجي الدواء اش من نفسيه باش كيتلقى هذاك الدواء، نفسيه المفتقر المحتاج المضطر الى ذلك الدواء، والله مثل الاعلى ولا مشاحه في الامثال. كذلك يطلب الله جل وعلا ان يكون قلب كل امرئ يريد نوره وهداه جل وعلا. اللي دق القران بهذا المعنى غادي يلقى، غادي يلقى هذا المعنى اللي كنتكلموا عليه ديال الهدايه، ويشوف النور ببصيره عينه. لما كيكون الانسان قلبه يعاني من مشكله، اي مشكله كما بغات تكون، اجتماعيه نفسيه اقتصاديه كما بغات تكون، هذه المشكله لا يوجد شيء من المشكلات والاحزان والمصائب ليس لله فيه سبحانه وتعالى دواء وجواب وشفاء. رب العالمين هو اللي عنده الدواء ديال كل شيء، لانه الذي خلق جميع الادواء، وهو اللي سبحانه وتعالى عالم بكل المصائب وكل المشاكل كل شيء، ربي تعالى محيط به وحاكم عليه وقادر عليه سبحانه وتعالى، يقول بشيء كن فيكون. فاذا انت الان عند رب الادواء والدواء، يعني رب الامراض ورب الادواء الذي به حياة المرض ومماته. شتي المرض حتى هو راه بحال شي كائن بشري، بحال شي كائن حي، يعني حتى هو عنده العمر، المرض براسو عنده العمر. فالله عز وجل الذي خلقه قادر على ان يميته ويزوله من البدن، كذلك المشكل، كذلك الهم والضيق والحرج وكل المشاكل التي قد يصاب بها اي انسان في الارض، هي مقادير بيد الله بسطها وبيد الله قبضها. ولذلك من اسمائه الحسنى القابض الباسط، يعني لو انه القلب حزن شكون اللي غادي يدخل عليك الفرح والسرور؟ لا احد الا الله عز وجل، ولا انت تقدري تدفعي على القلب ديالك الحزن، مستحيل. كذلك اذا سر القلب وفرح لا يستطيع احد ان يدخل عليك الحزن ولا انت ايضا، يعني وتخيلي هذا الامر هذا، يعني الانسان ملي يكون يعني فرحان، نديروا يعني المثال ديال السرور اولا، فرحان وناشط يعني عنده واحد السرور في القلب ديالو، وطلب منه شي واحد قال له احزن قنط، ما يعرفش ما يقدرش، لانه الفرح حاله نفسيه لا اراديه، ماشي بخاطرك يعني،
ماشي بالخاطر ديال بنادم كيفرح، ما كيكون الفرح في القلب، والفرح في القلب لا يجد سبيلا الى الحزن ولو دعا. واخا تطلبي الحزن وتطلبي يعني اتولي تمثلي يعني وكتظهري نفسك بواحد النظر ما عندكش الداخل، ما عندكش القلب. كذلك اذا حزن العبد والعياذ بالله، اذا دخل الحزن على القلب والحزن اللي كيدخل القلب ما كيشاورش، ما كيجيش يدق عليك هاني ندخل تقول ندخل ما ندخلش، لا ما كتشعري به حتى كتلقى احتلك. الحزن يحتل الانسان احتلالا ما نعرف منين دخل، يعني ها هو الداخل. فتتحول الاحوال من بسط يعني ذاك الانبساط الى قبض. هذا القلب الذي حزن او فرح هو بيد الله. القلوب في الحديث الصحيح القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها من ايمان الى كفر، ومن تقوى الى فجور، ومن كفر الى ايمان، ومن فجور الى تقوى، ومن قبض ما كان قبض القلب، لأن الذي قبض وإنما قبضه القابض إلى بسطين لأنه الباسط يبسطه، ومن بسطين إلى قبضين وهكذا. ولذلك الإنسان حينما يلتجئ إلى الله بقلب خاشع بقلب مفتقر يبحث عن الدواء الناجع الشافي الكافي، ربي تعالى كيجاوب، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنا إذن بأن هذا التالي أو هذا العبد اللي جاي عنده عبد صادق. وهنا كاين النقطة، النقطة ديال الحكمة في هذا الأمر، هل فعلا عندك من الصدق ما يكفي لطرق باب الله أم أن القلب مغشوش؟ لأنه فعلا الإنسان اللي كيدق باب الله تعالى بالقراءة أو بالتلاوة ديال كتاب الله عز وجل، يعني لأن القرآن كله مواعظ، كله مواعظ، فهل فعلا هذا القلب كيطلب القرآن باش يداوي ويعالج ويتغذى، يتغذى روحيا باش ينمو، لأن التغذية كتعطي النماء والاستمرار. فكذلك الروح تنمو وتستمر، يستمر الإيمان وكيكبر والإيمان يزيد وينقص. فلهذا إذا كان هذا القلب يطلب القرآن ذكرا لهذا المعنى، فإن الله عز وجل الذي هو عليم بقلبه مطالع عليه ديك اللحظة، ربي تعالى مطالع عليه سبحانه وتعالى كيف تحلو الباب، لأن ربي سميته الكريم، ليس بخيلا سبحانه ولا لئيما حاشاه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، كريم كريم، ربي كريم سبحانه وتعالى. فبكرمه الذي لا كرم مثله يفتح باب كل سائل مفتقر، باب كل طالب صادق، فعلى قدر الصدق يكون الجواب، على قدر الصدق يكون الجواب. يعني قداش ما كان عندك ديال الصدق ربي كيفتح لك الباب، كبرتي الصدق ديالك ووسعتيه حتى الباب ديال ربي تعالى كيكبروا ويوسعوا. فمن كان صدقه ضيقا كان الباب الذي يفتح له ضيقا، واذا اتسع الصدق وكبر ربي عاود كيفتح له واحد الباب كبير باش هذاك الصدق ديالو كيكفي باش يعني يقدر يدخل. ولهذا الرحمن جل وعلا لا يرد سائلا صدقه، يعني واحد السائل صادق فعلا وصدق الله تعالى ربي تعالى ما كيردوش، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء. الله سبحانه وتعالى بهذه الضروره التي تقع بالقلب والسوء الذي يعني المشكل الهم الغم عافانا الله واياكم الذي يدلهم ويهجم على القلب، الله سبحانه وتعالى لما كتدقي باب بالقران الكريم تلاوة تنكشف الغيوم وتنفتح أبواب الرحمن وتتضح المعارج إلى الله تعالى، معارج يعني الظروف اللي كيطلعوا عند الله سبحانه وتعالى معارج، وهذه المعارج مركبتها الآيات القرآنية والأنوار الربانية النازلة، لأن القرآن قلنا مرارا وتكرارا حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، سبحان الله العظيم، شيء مجرب ومشاهد وتواترت به الآيات والأحاديث، يكون الانسان في مبغى يكون في الهم او المشكل سبحان الله العظيم، ولو انه الدنيا كلها قالت له هذا المشكل ذلك ما عنده حل، لما كيلتجا الله تعالى في خلوه متفردا به بوحدك غير انت والله سبحانه وتعالى، وتدقي باب وتفتحي المصحف الكريم على ايات من الذكر تقرئين وترتلين تخشعا وتدبرا ودعاء وطلبا للمناجاه لكشف الأنوار وتنزلها على القلب،
يعني ما كدوش ثواني، ماشي بالدقائق، ثواني، باش كتبداي فعلا العمليه ديال الذكر حتى تجدين القلب قد انبسط وانشرح، وهذيك الهموم اللي كانت بحال الجبال كانها ولات ريشه شهات، والانسان كيحس بانه بدا كيتقوى وكيعلى، يعلو فيعلو فيعلو يترقى. ولذلك يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي، اقرا واطلع، اقرا واطلع، فان منزلتك عند اخر منزله كنت تقراها في الدنيا. هذاك الرقي كاين في الاخره في الجنه، في المنازل ديال الجنه، لكنه كاين في الدنيا ايضا، في الدنيا في القرب من الله جل وعلا. ولا يزال عبدي يتقرب، يتقرب، لان العباده شنو هي؟ العباده تقرب، تقرب من الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، اول تقرب الفرائض، واحب ما تقرب الي به عبدي ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فلذلك التلاوه الى ما حققت شيء التقرب، ماشي تلاوه، ماشي تلاوه حقيقيه، هذيك التي وصف اصحابها بقوله يتلونه حق تلاوته. ليس كل من يتلو القران يتلوه، وليس كل من يسجد او يصلي يصلي حقا، لان الصلاه والصيام كل العبادات، الصدقات كل العبادات، الشرط فيها الاساس ان تحقق لك التقرب. وقلنا مرارا وتكرارا ان العباده لله سير الى الله وعروج، طلوع صعود في السماوات الى الله عز وجل، حتى يكون العبد اقرب ما يكون من ربه وهو آنئذ في عمق العباده، كما صح في الحديث واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لان في السجود كتحقق الذله الكامله والحاجه الحقيقيه لله. اذا كان القلب ساجد، إذا كان القلب ساجد، أما غير الجبهة طايحة في الأرض والقلب غايب فلا سجود، هذاك راه ماشي سجود. لا بد من سجود القلب أولا، لأن بسجود القلب سجود البدن، وهذا هو الصدق. البدن ساجد والقلب ما كاينش، هذا سجود كاذب. وإنما السجود الصادق من عبر البدن فيه عن سجود القلب، لأن ما كان سجود لله يعني كان خبره يعني نفوسنا ونعلم اننا قد سجدت قلوبنا، وربي تعالى مطلع على القلوب، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، ربي تعالى مطلع على القلوب. فاذا وجد بدنك ساجدا وقلبك لاهيا غافلا، او ربما لا قدر الله يخطط في يخطط لمصيبه او يفكر في الاثم، هذا ليس بسجود اطلاقا. ولذلك قال تعالى لعبده محمد بن عبد الله سيدنا وحبيبنا عليه افضل الصلوات والتسليم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ما اكتفاش بالعبارة ديال واسجد، لا، سجد، ولكن ليكون سجودك هذا اقترابا وتقربا إلى الله جل وعلا. يعني حاول بنادم من يسجد لله أو يركع يعني أو يصلي، تكون الصلاة ديالو والفعل ديالو عنده إحساس ويجد ذوقا بأنه يقطع المسافات. تحسي بانك راك يعني ما بقيتيش في البلاصه فاش راكي، ملي درتي تكبيرة الاحرام الله اكبر عندك واحد الحاله نفسيه، ثم تحولت وانتقلت الى اخرى وانتقلت بعد ذلك. بكل ايه يتلوها الانسان يجد انه ينتقل، يعني كيتمشى كيمشي يتمشى يتمشى حتى يحس بانه اقلع من الارض وغادر عالم التراب الى رب التراب. العبد العابد لله بالذكر هو اشبه ما يكون، يعني الشبه ديالو بحال الطائره، الطائرة المدنية اللي كطير. يعني سبحان الله العظيم واحد الشبه لطيف يعني مشبه جميل جدا، هو أن معروف أن الطائرة ملي كتبغي تقلع كتمشي في الأرض بعدا، كتمشي في الأرض وكتنطلق في اللور غير بشوية بحركة بسيطة، فإذا بها كتعاود تسرع وتسرع وتسرع بواحد السرعة هائلة. لما كتوصل للقمة ديال السرعة ديالها كتبدا تهز من الأرض. كذلك العبد الذاكر تماما، يعني ملي بدا الذكر ديالو كيمشي بواحد الشويه. علاش كيمشي بشويه؟ يعني القلب ديالو هو اللي كيمشي بشويه، لانه باقي مرتبط بالدنيا، عاد قلع من الدنيا، باقي هموم الدنيا في باله، باقي المشكل اللي راه مصدعه مقنطو، باقي يعني الهم ضغط عليه، فيبدا في التلاوه في الذكر فيجد خفه، كيبدا يخفاف، كيجد الراحه. ولما كيبدا يخفاف، اش معنى كيبدا يخفاف؟ يعني هذيك المشاكل اللي متقلها الارض كتبدا يتخلص منها، كيبدا يلوحها ويسوسها بشويه بشويه. وكلما خفت اجنحته كلما كان اكثر سرعه. قداش ما خفف من المشاكل ومن الحزن والقلب ديالو ارتاح،
كيوجد واحد الرغبة في الذكر أكبر، ويوجد لذة في مناجاة الله تعالى أجمل وألذ، فكيبدا يجري يعني كيوجد واحد السرعة وكيوجد واحد الإقبال على الله عز وجل منقطع النظر، اللي هو البسط، أي أن قلبه انبسط، انبسط لله وآنسة كيتونس كيتونس بذكر الله عز وجل، فإذا كيحس برسوله ما بقاش في الأرض يعني انطلق في علم الأرض، فإذا به عرج في السماوات. وفعلا وهذا الشيء صحيح، كيبدا يحس فعلا الانسان انه يعني العالم اللي حوله، الاشياء اللي حوله تقريبا ما بقاش كيشوفها، ما بقاش يشوفها ولا بقى يسمعها، يعني وقع صداع جنبك يعني ديال سيارات او ديال اطفال او ديال اي احد، البال ما كيكونش معاه نهائيا، ما كاينش في الارض، ولا العينين يبقاو من هي الزواقه ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحيط، واخا الموضع يكون كيما بغى يكون، كانك كان شيء ما كاينش، لأن القلب تعلق برب التراب، فلا وجود لشيء إطلاقا إلا لله في بال العبد الذاكر لله جل وعلا. أنا في هذه الحالة الإنسان لما كيوصل لهذه القمة ديال الاتصال بالله عز وجل والصلة بنوره تماما، يتدفق نور الرحمن على القلب، ديك الساعة كيولي العبد موصول بالله عز وجل، ويولي ديال الله، ديال الله أي أنه عبد لله، هذيك عبد الله يحققها بواحد المعنى حقيقي، عبد الله. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الاسم، عبد، عبد لمن؟ لله خاص. ولهذا قال هدى للمتقين، لي يعني خاص، هذا النور كيتعطى للذين اتقوا ربهم، للذين طرقوا بابه بخشوع، تحصيل التقوى يكون بهذا المنهج. ولكن اذا الانسان شد كتاب الله عز وجل بدا يقراه، يعني واحد القراءه ديال واحد اللي كيدوز الوقت ولا عنده واحد الورد خصو يتفك منه، لن يجد شيئا، يعني ان شاء الله اجر التلاوه حاصل، زعما عندك بكل حرف 10 الحسنات، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف، ولكن يعني تغذيه ديال القلب ما كتحصلش، لا تحصل. فذلك الهدى انما يقع لاوليائه المتقين، هذه التقوى. اذن هذه الحاله اللي تكلمت عليها، هذه المراحل ديال السير، وهذه الطريقة ديال الإقلاع في السير إلى الله عز وجل، كيفاش نحققوها؟ ربي أعطانا، قلنا من قبل يعني في الحصة السابقة، ربي سبحانه وتعالى أعطانا المراحل، وأعطانا الخطة المنهجية، أعطانا الكتالوج ديال الخدمة. هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء، ما عندك، عندك تمشي تنساي في اللحظة اللي تبغي تقرأي القرآن الغيب. ما معنى الغيب؟ أن هذا الكلام الذي أقرأه كلام رب العالمين، رحنا كننسوا، وكي بدأ يتخيل لنا بأن القرآن مجموعة ديال الورق، هذا معنى سيء. هاد القرآن اللي كيسميه بزاف ديال الناس، كيقول القرآن أعطيني قرآن، شريت قرآن، بعت قرآن، حط فين حط القرآن، هذا ليس بقرآن، هذا كسميته المصحف. فرق كبير بين المصحف والقرآن. المصحف هو الكتاب اللي مكتوب فيه القرآن، مصحف من الصحف يعني الورق، فليس بقرآن، إنما هو مصحف. ولذلك ربي تعالى قال إن هذا لا في الصحف الأولى، في ماشي هو برأس الصحف، لا، هذا الكلام هو في وسط هذه الصحف، في المصحف يتضمن القرآن وليس بقرآن، هو غير ورق. إذن فين هو القرآن؟ القرآن، هذه كلمة قرآن المعنى ديالها بالعامية ديالنا هي القراية، القراية هذا مصدر قرآن، يعني جاي من القراءة. فإذا لما نبدأ الإنسان يخدم وينطلق وتقولي الحمد لله رب العالمين، دابا عاد كيبدا القرآن، هذا هو القرآن. فإنما القرآن ما يقرأ من كلام الله جل وعلا، إذا قرئ كان قرآنا. ولذلك سماه الله تعالى القرآن باش يتقرأ، ويقول لك ربي تعالى راه النور ديالو والبركة ديالو ما كتشعل حتى يتقرأ. ولك واحد عدد ديال الناس يدير 60 حزب يعني بواحد الشكل صغير ويعلقها ولا يديرها في حيط، ما تنفعو والو أبدا، راه هي تما معلقة. إلا ما قريتيش وشعلتي القلب بالقراية لن يكون لك قرآن، لأن داك الشيء اللي معلقة ماشي القرآن، صحيفة فيها القرآن. فوقاش غادي يبدا القرآن؟ ملي يبدا لسان كيخدم في ديك اللحظة كيشعل الضوء تماما، يعني ولله المثل على بحال الكهرباء،
كهرباء اللي عندنا في الدار، عندنا الستراسيون ديال الضوء مركبه تفقين، ولكن باش تشعل البولونه تشعل الترياح خصني نمد يدي للقرص ديال الضوء نشعل. الا ما شعلتيش راه كاين الضوء متفقين كاين الضوء، ولكن ما كتشوفي انت ضوء. خدم يدك وزطم على هذيك النقشه ديال الضوء، فاذا ما كيشعل الضوء انا اذن عندك الضوء، لان الضوء نور. شكون اللي كيشوف الضوء في السلك ديال النحاس هو دايز؟ لا يرى، ما كيتشافش. فاذا النور نور حتى يشعل، يعني حتى كيوقع تماس كهربائي وكيشعل النور. هذا التماس انا خصني نخدمه. ولذلك ربي تعالى كيقول لك ها القران هو عندكم في الصحف وفي الصدور. واخا بنادم حافظ كتاب الله تعالى عن ظهر قلبه وبقلبه، وإلا ما بداش اللسان يخدم وبدا القلب كيدير الحركه ديال الذكر، راه حتى هو بحال عنده ورقه، تعرف ورقه بحال الشريط كاسيت بحال الشريط، ها هو محطوط ميكا بلاستيك، ولكن فوقاش كيبدا يعطي لما كديري سميتو الشريط في المسجله وتزطمي على ديك البطونه وبدا خدام، تما تبدا تسمعي القران. والا قبل ذلك فهو مجموعه ديال الميكا بلاستيك والسلام. كذلك حتى هذا الذي يحفظ القران كاملا او بعضه او بعض الصور كبار ولا صغار وفي قلبك، ما عنده حتى شي قيمه في ديك اللحظه. ماشي القران ما عندوش القيمه طبعا، الله عز وجل يعني كتابه اعلى، ولكن يعني ما عنده اثار في القلب ديالك وما عندكش شي قيمه زايده بداك الحفظ اللي عندك حتى يبدا يخدم. قبل العمل لا شيء. ولذلك يمكن تلقى واحد او وحده او وحده حفظ القران كله او بعضه، ولكن على غير دين ولا خلق، تلقى مفلس ما نفعوش القران، لا ما نفعوشي الشكل ديالو باش تعامل هو مع القران الكريم. اما القران حينما يتخذ للذكر لما كيشعل القلب به وينطلق، انما يكون آنئذ نورا لصاحبه ان أو قاد فتيل قلبه صادقا راجيا طالبا. ولهذا كما تكلمنا مرارا وتكرارا هذه الآية ديال النور خص كل شيء الناس يحفظوها. الله نور السماوات والأرض، آية عجيبة جدا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة والتابعين، أن ربي تعالى كيمثل لنا بها علاقة القلب ديال المؤمن مع القرآن الكريم بحال العلاقة ديال القنديل بالزيت أو بالبترول اللي كيشعل الدين. فهذا القنديل انما يشتعل اذا اتصل الزيت به ثم اشعلت له قيلة النار اللي هي نار الايمان. اما القلب طافي ما فيه جمر ما شاعلش، كب عليه الزيت حتى يغرق لا شيء. فاذا مسته النار نار الايمان كيولي ديك الساعه نور على نور نور على نور. يعني الزيت الذي هو زيت القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا مسسته النار، المقصود بالنار هنا نار الإيمان، يعني ديك الحرارة ديال الإيمان، كيكون نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء سبحانه جل وعلا. هنا إذا ما خصش يغيب عليا الحقيقة ديال الغيب في أن هذا القرآن كلام الرحمن، هذا المعنى الغيبي الاول اللي كنفتح به القران الكريم. اما الا بقى عقلك غير في الورق وفي الخط وفي هاد يعني الطبعه ديال القران كيفاش دايره ومن هي غير مع ديك الطريقه ديال الكتابه، او يعني بقى عقلك محصور في الصحف في الصحف، راه ما كاين والو. خاص القلب ديال الانسان ملي بدا يقرا في الصحيفه ديال المصحف يخرج من دوك الاوراق ويمشي مع الايات، لان شويه الايات هما علامات بلاك، يعني علامات بحال هذوك العلامات ديال الطريق ديال كود لارود بحال هذوك بالضبط، علامات راه كتوصلك كتقول لك دوز من هنا تبع من هنا دور من هنا طلع هادي رد بالك هنا. فاذا بك كتوجد بانه دينك لواحد الجهه، دينك لله عز وجل، لان الايات في كتاب الله كلها علامات معرفه بالله، لان رب العالمين هو اللي كيتكلم معك لانه كلام الله عز وجل. فهذا هو الغيب الاساس الذي به نبدا في قراءة القرآن. الذين يؤمنون بالغيب، القرآن هدى هدى للمتقين، ولكن لكي يؤمنوا به يؤمنون بأنه كلام الرحمن أنزله الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، شيء عظيم جدا. إذا اللحظة اللي كتبداي تقراي فيها القرآن الكريم تعرف شنو كيوقع لما تاخذي هذا المعنى وتركبي عليه وتنطلقي به، كيوقع أن الإنسان إذا هو في الأرض اللي هي كرة أرضية
يعني ترابية كيحصل له واحد الاستحضار كيحضر في قلب ديالو واحد المعنى وهو أن هذا الكلام الذي تنطقين به الآن الساعة كلام تكلم به الله الله الذي في السماء سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات رب الكون الذي خلق كل شيء وقدره تقديره الذي سبحانه وتعالى خلق كل شيء وكان على كل شيء وكيلا يعني كل شيء ربي تعالى من قبله الحي القيوم سبحانه وتعالى لا يوجد شيء يقع بغير علمه ولا بغير إذنه هذا الملك العظيم رب السماوات والأرض هو اللي أعطاك هذا الكلام تكلم به هو سبحانه تكلم به وقالك عاود تكلمي به أنت شوف هذا المعنى العجيب حقيقة تكلم الله تعالى بالقرآن القرآن كلام كلام الرحمن تكلم به حرف حرف هذه الحروف اللي كتقرأي حرف حرف راه تكلم بها الله تعالى وعطاك الإذن هذا إذن عجيب عطاك الإذن باش تكلمي به حتى أنت كترددي الكلام اللي تكلم به الله تعالى قبلك شيء عجيب شيء عجيب فعلا فكيحصل التجاوب بين قلب العبد وربي العبد سبحانه وتعالى كيحصل التجاوب بين هذا القلب وبين من القلب اللي مالكه وخالقه اللي هو الرحمن رب السماوات والأرض فين باقي ديك الساعه يحس بنادم بالهم ولا بالغم ولا بالتراب ولا بالارض ولا بالكره الارضيه ولا بالدنيا كلها كاع ولا بالكون كله ما دام القلب اتصل برب الكون شنو يساوي الكون لا شيء اذا اتصل الانسان برب الكون لا يبقى للكون كله اثار في قلب العبد يفنى عن كل شيء الا عن الله جل وعلا فيشاهد من جلاله وجماله سبحانه وتعالى ما يأنس به القلب و يعمر الوجدان بالإيمان كيبدأ يعني الإحساس ديال الإنسان كيعمر كيعمر بالإيمان فالعبد إذن في هذه اللحظة وقد اتصل بالغيب لأنه انطلقت من الإيمان بالغيب لأن هذا الكلام ديال الله صافي اتصل بالغيب كيبقاش التراب ولا أشياء ولا أحجار معمرة لك مخوك الاتصال الآن بالغيب لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة رب الغيب والشهادة وهو سبحانه وتعالى غيب سبحانه وتعالى لأنه قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولكن قلب العبد المؤمن كيولي كيشوف يطل على عالم الغيب من خلال أبواب القرآن مش من الخيال والأوهام والكاذب والخزعبلات والدجل الذي قد يكون عند بعض الدجالين أو الخرافيين كلا ولكنه يطل على عالم الغيب بعين البصيرة ويشعر بوجوده كتحسي فعلا كأنك كتشوفي بعينك عالم الغيب بملائكته وبكل ما فيه من أزمنة وحوادث سبقت داكشي اللي داز في التاريخ ديال الأنبياء والخلق والتكوين ديال السماوات والأرض أو لاحقت من الأشياء اللي جت من بعد أو ستأتي بعد في زمن الغيب من اليوم الآخرة وبعد البعث والنشور من جنة أو نار كأنك ترين ذلك رأي العين كما كان أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام اللي كيقعدوا حدا سيدنا رسول الله ويبداو يسمعوا له كأنهم جالسين فعلا في عالم الآخرة يشاهدون عوالم الجنة والنار كأنما يشاهدون ذلك ببصرهم لا ببصيرتهم فقط فالقرآن كيعطيك هذه الفرصة بسبب هذا المعنى الأول وهذه الحكمة حكمة فعلا حكمة ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولهذا لما نبداو نتعلموا نقراوا القرآن ما نتعلموش غير الألفاظ نتعلموا العلم ديال القرآن والحكمة ديالو اللي ما شد شيء الحكمة ديالو راه ما شد والو لأن سيدنا محمد هادشي اللي كان كيدير صلى الله عليه وسلم كان كيعلم الناس القرآن وكيعلمهم الحكمة ديالو القرآن بلا حكمة ما يعطي والو ما يعطيش يعطيك الأجر ديال التلاوة بحال إلا واحد عطاك واحد الآلة آلة غريبة ما كيعرف أحد وما عطاكش الكتاب الدليل ديالها الكتالوج ديالها يعني ما كي غدير تخدمها صافي تبقى تخربق تقدر تخسرها كاع تقدر بدل ما تنفعك تضرك ولذلك لا بد للآلة
من كتاب دليل كطلب ديال الآلة باش تخدم وباش يعني هذاك الكتاب دليل اش سميتو يعني اش كيعطيك الحكمة كيديري تخدمي ها البطولة باش تبداي ها اللي بعدها وكدير تطفي وكدير تدخل وكدير تخرج بحال داخل الإنسان لعالم الحاسوب يعني الدخول عنده نظام والخروج عنده نظام وإلا تلف بنادم الدخل يقدر في الدخول يقدر يخسر هذيك الآلة وإلا تلف الخروج يقدر يخسر الآلة ولهذا لا بد لكل كتاب من دليل دليل القرآن حكمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذه الخدمة دياله الوظيفة دياله ولذلك قال جل وعلا في غير ما آية في القرآن الكريم آيات كثير كيوصف الله تعالى الخدمة ديال سيدنا محمد كيفاش كانت عليه الصلاة والسلام قال ويعلمهم الكتاب والحكمة لا بد من الأخرى والحكمة غير الكتاب الحكمة مش هي الكتاب لا الحكمة هي الطريقة ديال التعامل مع الكتاب لأنه ذاك الواو العربية كيسموه واو العطف المعنى ديالو يعني من بين المعاني اللي كيقتضيها وكيلزمها أنه خص لما نستعملوه يكون ذاك الكلمة الأولى مختلفة عن الكلمة الثانية من كلكش في العربية تقولي جاء أحمد وجاء محمد جاء أحمد ومحمد جاء أحمد جاء أحمد ومحمد ويكون حمد هو محمد إذا كان حمد هو محمد ما كاين والو يعني التعبير غلط خص يكون ذاك الواو فيه معنى أننا كنزيدوا حاجة أخرى على ذاك اللي فات يعني جاء أحمد ومحمد فالواو واو العطف بلغة أخرى يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه واو العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه دوك جوج كلمات بجوج إلا دخلت بيناتهم واو العطف كيفهمك بأنهم دوك جوج كلمات مختلفين ماشي بحال بحال فقول الله عز وجل يعلمهم الكتاب ها واحد والحكمة ها اثنين فكثير من الناس كيوقفوا مع الكتاب وما يزيدوش للحكمة ما كيوصلوش لأنه بعدد ديال الناس خدموا بالكتاب وبلا حكمة بدل ما ينفعوا ضروا أنفسهم وضروا غيرهم فهم واحد والعياذ بالله تلقى مفاهيم غلطة من القرآن الكريم بسبب قلة الحكمة فكفر الناس وربما قتل الناس وربما يعني أوقع مصائب بزوجته وأهله أو أوقعت المرأة مصائب بنفسها وأهلها وجارتها بسبب قلة الحكمة ما عندهاش يعني طريقة ديال الخدمة كيفاش تتعامل مع القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ورانا الطريقة وسيدنا محمد طبقها لما قالت لنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن المعنى ديالو أن سيدنا محمد كله عليه الصلاة والسلام في نعاسه في ياقه بيعه وشراه في خدمته في راحته إذا في الرضا دياله في الغضب دياله في كل الأحوال دياله كان كيترجم القرآن بالحركات دياله بالقلب دياله بالعقل دياله بكل سلوكه وتصرفاته كما بيناه قبله في حصة سابقة فإذا القرآن الكريم راه أرسم لنا هكي الدرد دخله إلى يعني أنت حرقت المراحل ديال دخول القرآن الكريم ما يفتح لكش ها أنت كتقرأ ولكن ما فتحش كيش فتح ينفتح القرآن حينما يطرق بشروطه ربي تعالى وعطاك الشروط هدى للمتقين ها هو وراك راه ربي تعالى ما كيكذب سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة إذا قال لك هدى راه هدى يعني كيوري الطريق كيدير لك الضوء باش تمشي فاك تقول انا قريت القران ما باليش انت ما دقيتيش الباب بالحكمه ما خديتيش المنهج ما عندك السوارت بحال نقص بنادم من شحاته والسلام فلذلك اتيان البيوت من ابوابها هو المنهج ديال الحكمه فاول هذه المراحل قلت الايمان بالغيب وفي السياق ديال القران الكريم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب واول درجه تنطلقي فيها باش نزيد من بسط الكلام هذاك القرآن اللي راكي تقراي هذا المصحف الذي بين يديك تفتحينه تأخذين منه القرآن خذي منه القرآن ما تبقاش غير في المصحف فإذا أخذت القرآن فمعناه إذن أن هذا القرآن كلام الله وهذا معناه غيبي دابا ما بقيتيش في الأرض راكي ترفعتي في السماوات مع رب الكون سبحانه وتعالى وصار القلب أقرب ما يكون من ربه جل وعلا وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه علاش يناجي ربه لأنه كيقرأ القرآن المصلي كيقرأ القرآن والمناجات قلنا هي
خطاب المحبة الدال أو خطاب المحبة عن قرب جوج ديال الشروط عاد كتسمى المناجاة مناجاة جوج كيمكن يعني يكون واحد بعيد عليك وكتكلم معاه يعني بالتليفون أو برسالة أو وكانت محبة كبيرة كتسماش مناجاة إلا بالهاتف راه مهاتفة إلا بالكتابة راه مراسلة إلا غير راه حداك هنا ولكن راه ليه في الطرف ديال الجمع كتسمى منادات لأن خصك تغوتي باش يسمعك ماشي مناجاة باش تكون إذا مناجاة خص بعد المحبة ويكون قريب يعني جلب الجلس باش كيكون الصوت خافت هادي راه ديك المناجاة لا بد من شرطين القرب قريب باش كتسمى مناجاة والمحبة أما إذا كان قريب والمحبة ما كايناش وكتتكلم وراها مخاصمة هذيك ماشي مناجاة فلا بد إذن من شرطين لا تتحقق المناجاة إلا بهما القرب والمحبة وهذا لا يحصل للعبد في قراءة القرآن إلا إذا انطلق من الغيب طلق من هذا القرآن كلام الله من ما عندك إحساس بأنه قرأ كلام الله عز وجل ما تحصل ما يحصل لكش القرب القرب ما يجيكش يجيك الله بعيد عليك وانت بعيد عليه فهذا القرب المعنوي الروحي إنما يحصل حينما يجد يعني كيبدا يتذوق من هذا يتذوق بحال لك تذوقي الحلاوة يتذوق أن هذا الكلام كلام الله وأن الذي تكلم به إنما هو الله فإذا أنا أعيد كلام الله عز وجل هو تكلم معي وأنا كنعاود نتكلم معاه فيحصل القرب كيحصل القرب هل القرب ذا يوقع فإذا حصل القرب حصلت مشاهدة الجمال لأنه اللي قريب من الحاجة كيشوفها مزيان أن تعبد الله كأنك تراه علاش قريب فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا حصل للعبد هذا النور أراه الله من نور الجمال والجلال ما تلذ به العين وينبسط له القلب فالإنسان إذا شاف الجمال الإلهي كيتعلق القلب به سبحانه وتعالى كتحصل المحبة هالشرط الأول قلنا انطلق من الغيب قرأ حس بالقرب القرب أعطاه المناظر أعطاه المشاهد النورانية يعني كيبدأ يحس بأحوال الجمال الإلهي تتدفق أنوارها من خلال الآيات التي يتلوها العبد كيوجد محبة كبيرة الله كيوجد أسماء الحسنى كتشعل كتضوي في القرآن الكريم يجد جمال الرحمن وجمال الرحيم وجمال الملك وجمال القدوس وجمال السلام هذه معاني كلها كتصرف ذكرت باللفظي أو ذكرت بالمعنى لأن كلام الله عز وجل كله فيه تجليات ديال أسماء الله الحسنى كتشوف فيه الجمال الإلهي فإذا حصل العبد هذا تعلق القلب بالجمال ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعطى واحد المعنى عجيب جدا لهذوك السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله من بينهم أعداد كثير قلنا سبعة من بينهم ورجل قلبه معلق بالمساجد فواحد الرواية صحيحة إذا خرج خرج من الجمع منه حتى يعود إليه حالة ترياه قلب ديال العبد المؤمن اللي قلبه تعلق بالجمال القلب هو المحل ديال المحبه وديال الوجدان ديال العاطفه ديال الحب والبغض ديال كل شيء هو القلب تما مجموع كله تما الايمان تما الكفر تما كل شيء ولما يدخل الايمان في قلوبكم اذا شي واحد تعلق قلبه بشي موضه سير صيفطيه في الارض في الممشى يرجع لان قلبه معلق تما فمن تعلق فمن علق قلبه في موطن الشر في صيفطيه يرجع للشر لان القلب ديال انتهى تعلق بالشر والعبد الذي تعلق قلبه بذكر الله جل وعلا كالذي تعلق قلبه أو علق بالمسجد يمشي حتى سيدنا محمد يقول إذا خرج حتى يعود يعني يخرج يمشي فين بغى يعني مشى لشغله مشى الخدمة مشى يأكل مشى فين ما مشى ينعس أي شيء من أمور الدنيا مشى يديرها باله قلبه راه مع الجامع كيبدا يتسنى الوقيته الأخرى مابقاش يدل علاش لأن خلى قلبه تما وقلبه ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج حتى يعود كذلك راه بحال هذا المعنى للجمع أيضا في القرآن في الذكر اللحظة ديال الذكر اللي كيتونس بها بنادم وكيتغذى بها راه كتحصل له واحد المتعة عجيبة جدا لا يجد منها شبع ما كيشبعش منها ديما يحس باللذة اللذة واحد الراحة عجيبة تنزل إلى قلبه وتعمر وجدانه لما كيعمر القلب كيف يضب النور
يفيض على الجوارح، على الدين، على الراس، على الرجلين، على الودنين، على العينين، على الأنف، على اللسان، كل شيء كيفيض عليه النور ديال القرآن الكريم ديال الذكر. ولذلك في الحديث الصحيح أن سيدنا محمد كان يسأل ربه عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه جل وعلا: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني وعن شمالي ومن أمامي. يعني كل شيء كيولي الإنسان بحال شيء يعني قمر، قلب ديال نور وعنده هالة. يعني الهالة هي هذيك الدائرة لما كتشوفي القمر في الليلة البدرية مدور، كتشوفي واحد الدائرة كبيرة مدورة عليه كلها منورة حتى هي، كتسمى الهالة. العبد المؤمن تكون هالته جسده، جسد ديالو كيكون هالة ديال شفين، كاين استراج فين القنديل كما في آية النور هنا في قلبه، قلبه هو ذلك القنديل الذي توقد واشتعل بنور القرآن الكريم. زيت النور الإلهي هو القرآن الكريم، إذا اشتعل القلب واستضاء أضاء، هو من القلب كي يستضاء، يعني هو برسو كي يشعل كيعمر بالنور، فإذا استضاء أضاء كيعاود يضوي حتى هو، فكيولي بنادم يرى بنور الله ويسمع بأمر الله، يعني كل شيء. فإذا أحببته، أحاديث كثيرة في هذا المعنى كلها صحيحة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني ما يمكن يدير إلا الخير، وما يمكن يمشي إلا الخير، لا يعرف سبيلا إلى الشر أبدا، منور. هذا عمر الشيطان لا يدور به، لأنه كيعطيه ربي الأمان التام ديال الحياة الدنيا والآخرة. هذا السيروس الحقيقي الروحاني اللي ما كتعطيه شي وكالة في الأرض ولا شي مؤسسة كما بغت تكون، كيعطيه رب الكون الذي أمنه الله فلا خوف عليه ولا حزن، والذي أخافه الله. والله ما كاينش اللي يعطيه لاسيروس أبدا، ما يأمنه حتى واحد، يفزع في نومه ويفزع في يقظته، وإذا حلت المصيبة لا أحد يستطيع دفعها عليه أبدا، هو غير وهم وكذب. وإنما الذي يؤمن العباد رب العباد. لك الحديث العجيب ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيقول لنا: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. في ذمة الله زعما عنده الضمان، لاسيرونس مضمون ذاك النهار كامل. صليتي الفجر في الوقت راه عندك لاسيرونس ديال النهار كامل حتى الليل، ما كاينش اللي يأذيك، لأن يعني رب الكون كلف بك الملائكة تابعينك ما مشيتي، الملائكة الحافظة، صافي، من يستطيع أن يصل إليك؟ اليد التي تمتد إلى عبد الله المحفوظ تشل، يعني اليد اللي تقرب لك وإلى حافظك ربي تعالى بالملائكة ديرو، هذيك اللي تقطع وتعوج تقفع وتشل. ربي تعالى يعني يخليك محمية الليل أو النهار كله على حسب الذكر. فإذا نام العبد على ذكر الله وذكر الله جل وعلا بالمنهج الذي نتحدث به، أوكل الله به ملائكة يحرسونه الليل كلها حتى يصبح. إذن هذا عنده محمي بالنهار محمي بالليل، كل ذلك بذكر الله جل وعلا. وشفنا هذا الشيء والله الأخوات الكريمات اللي شفناه، شحال من واحد لا يملك من أمر الدنيا ما يحمي به نفسه ماديا، ما عندهش القدرة باش يدير واحد عداد الوسائل ديال الحمايات اللي تحميه، وربي يحافظه ما كيوصلوا مرض، ما كيوصلوا أذى، أو يعني يعيش مهني مرتاح، يعني بشيء عجيب جدا. وقد رأينا من ملكه الله كل شيء ومن كل شيء، ولكن كان غافل، غافل عن ربي، كيسلط عليه المصائب من كل جهة، ما كيحميه المال دياله، ما كيحميه الجاه دياله، ما تحميه الخبيلة دياله، لا يحميه شيء. ومن ذا يستطيع أن يتدخل في أمر الله إذا جاء؟ لا أحد. يعني الامر ديال الله الى جاء بحال الموجه ديال البحر، حط قدامها الجبل كتهرسو، الجبل كتهرسو الموجه، فما بالك بنادم يجي قدام امر الله سبحان الله. ولهذا اضمن عاصم من امر الله الله، وذلك من الدعاء المأثور: اللهم لا ملجا منك الا اليك. يعني بنادم اللي هارب من الله فين تمشي؟ سير لله. ولله المثل الاعلى، الطفل الصغير ملي كضرب امه كيهرب لامه، لان امه الفم اللي كتحميه، واحد اللحظه ضرباته كيبكي وعاود يرجع ليها في الطفوله الاولى. ولله المثل الاعلى ولا مشاحه في الامثال. ولذلك بنادم العاقل كيعرف انه اذا جاته شي مصيبه من عند الله عز وجل او جاته شي تنبيه، كيعرف بان الله تعالى بغاه نبهه، كتسمى لطمات الرحمه وصفعات العذاب. هكا خص المؤمن يفهم المصائب،
ولله المثل الأعلى. نجيب هذا المثال هذا الأخير، بحال السارح الراعي كيكون يسرح الغنم ديالو، فإذا كان كيسرحها في واحد الخلاء فيه يعني في واحد الخليام فيها خطر، فيها وحوش، فيها ذئاب أو ضباع، إلى واحد ثور أو نعجة أو خروف شذ عن القطيع، يعني خرج من السرب ديال الغنم ومشى بوحدو بعيد، هذاك السرح كيهز واحد الحجرة كما هي العادة ويشير عليه من بعد يضربوا القرن ديالو أو الراس ديالو، يقدر يسل الدم، ومهم كيألمو غير ذاك الخروف كتجي فيه الدقة ويحس بالحرارة كيرجع كيجري في وسط السرب، لأنه هذاك الراعي لما ضربوا وألمو بغالو الخير. فهذاك الألم اللي كتحسي به عند المصيبة ربي تعالى قال لك انتبه أو انتبهي، راكي زلقتي شوية، دخلي للسرب ديال المؤمنين وترجعي لبيت الله لذكر الله وانت توجدي الراحة والطمأنينة، لأنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية اللي خرجت على طريق الله وبعدت على طريق الله ما كيضمنهاش الله، ما يضمنهاش الله. ولذلك أنا إذن هي موكولة إلى إبليس وجنودي يديروا فيها ما بغوا، لكن العبد إلى رجع لصف الله وتخشى الدفع دفع بين المؤمنين، الله عز وجل كيقول لإبليس ولجنوده هذا ديالي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما يجيك هم ما يجيك هم، لا يصيبك شيء إلا بإذن الله. والعبد المؤمن آنئذ يشعر بلذة عميقة ممتدة لا تنتهي حلاوتها من اللسان لسان الروح أبدا، جميع الملذات كتنتهي الحلاوة ديالها بعد دقائق أو ثواني من أكلها، يعني سبحان الله العظيم، يعني شهوات الدنيا، شهوات الدنيا يعني اللحظة ديالها ثانية، تعرفوا شنو هي؟ يعني في المجال ديال المأكولات والأطعمة والأشربة اللي بنادم بها كيتمتع في الطعام والشراب، أحسن ماكلة وألذ الطعام شكون هو؟ هذاك يعني اللي كتشتهيه من الفاكهة أو الطعام كما تخيلتي، يعني اللحظات ديال اللذة فوقاش كتشعري باللذة ديالو قبل ما تاكليه، قبل ما تاكليه، لأنه اللحظة الإنسان اللي كيبدا يبدا في الطعام يعني صحيح كيوجد اللذة ديالو، ولكن راه ما كيكونش واحد اللذة أكبر من ديك اللحظة ديال الانتظار ديال الطعام، راه معرفاه كاين وعندك واحد الإحساس، علاش؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل غير ما كنحسوش بهذا الشيء، كيجي واحد الشكل يعني بحال العقرب ديال الساعة، بحال ذاك الموري ديال الساعة لما كيتمشى ما كنشوفوش، كيمشي ورا كيمشي، أو حركة الأرض حول الشمس كيبدا تخيل ورا الشمس كتمشي في الهواء، يعني راه الحركة ديال الفلك كاينة، ولكن كدوز واحد الوقت عاد كتحسي بلي راه تبدلات الشمس وتبدلات الظلال وكذا إلى آخره، فإذا الحركة كاينة. اللحظة اللي كنبداو ناكلو الطعام على جوع شديد، جوع كبير، وديك الطعام من يعني من المشهيات أو من المشتهيات من داكشي اللي تبغي فعلا، تبداي تاكلي اللقمة الأولى كاينة فيها اللذة، اللقمة الثانية راه كتنقص اللذة، أوكي، غير ما كنشعروش، والثالثة شكون الدليل على ذلك؟ كتجي واحد اللحظة ما كنبقاوش يشعروا باللذة ديال داك الطعام، غير واحد الربع ساعة أو عشرة دقائق كنتي تأكلين بنهم، كتاكلي خصك تاكلي الطبسيل كامل، دابا ولات كتقلد في الماكلة لانه اللذه نقصت، وكتوصل واحد اللذه زدتي واحد اللحظه كتوصل الى زدتي ما كتبقاش تشعري باللذه، كيولي عندك صفر ديال اللذه، صفر، ولا زدتي فوق الصفر كيولي داك الطعام بغيض مكروه، ولا زدتي كتكره حياتك كامله، تشمي ريحته كتبغي ترد القلب ديالك، اعزكم الله شي غريب. واللي كيجي واحد الى كلام واحد الماكله اكثر من القياس كتضربه صافي كيعيف عمره كامل، لانه واحد الوقت بالغ فيها. اللذة الروحية ما عندهاش هذا المعنى نهائيا، اللذة الروحية سبحان الله ما حدك تاكلي فيها وهي تعطيك لذة بعد لذة بعد لذة لا تنتهي اطلاقا، وملي تخرجي من ديك اللحظة كيبقى ديك الحلاوة ديالها في القلب 20 عام 50 عام 100 عام، ما حد الانسان في الارض وهو ديك الحلاوة مازال موجودة في القلب ديالو سبحان الله العظيم. يعني تذكري الايام واللحظات اللي كنتي مع الله في مصالحة ودوزتي واحد الليلة جميلة في قيام أو في ذكر أو في خشوع أو في بكاء بين يدي الله، الآن في هذه اللحظة أشعري باللذة ديالها باقية في القلب ديالك، ما كتنقطعش وما كتنتهيش سبحان الله العظيم. ولهذا هذا القرآن لا ينفد، ما كيساريش، ما كيكملش، يعني ما كيكملش عند بنادم، هو كامل عند مولاه سبحانه وتعالى الذي تكلم به وهو الرحمن جل وعلا. فالعبد إذا طرق باب القرآن باب الغيب راه كيوصل لواحد الحالة يعني
لا يوجد لها شبيه في المعاني الأرضية، لأنك يكون بالمعاني الروحية الغيبية. هذه الدرجة الأولى، وهذا المفتاح الأول، الذين يؤمنون بالغيب. إن شاء الله في الحصة المقبلة نتكلم عن المفتاح الثاني أو الدرجة الثانية في سلم العروج إلى الرحمن، ويقيمون الصلاة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.